وسهلا للمتابعين قناة شوف تي في. مرحبا بكم في هذا البث المباشر. معنا السيد مطلق وكيعاني من السكن، ما عندوش فين يسكن، وعنده يلا هذا الكراج هذا كما كتشوفوا اللي عطينا له واحد السيده، ودابا السيده يعني بغات تخرجوا من هذا المحل هذا، وهو السيد يعني ما عندوش حتى فين يمشي، وما عندوش يعني لا مدخول، وما عنده لا خدمه مستقره لا حتى شي حاجه، حتى الماكله يعني ما لاقيش فين ياكل، ولا مو ما لاقيش حتى المكان مين يجيبها. فالحل الوحيد هو الطارو ديال الزبل، يعني كيقلب في الطارو ديال الزبل منه كيجمع الخبز يعني كياكلو. فهاد الامر هذا طبيعه الحال خطر عليه ك يعني الصحه ديالو، فكنتمنى انهم المشاهدين انهم يشوفوا هاد القصه ديال هاد الانسان هذا، ويعني يعطفوا عليه شويه، لانه الرحمه مازال كاينه في القلوب ديال الناس. طبيعه الحال خلينا لكم الرقم ديال التليفون ديالو، فاللي بغى يساعدو طبيعه الحال الرقم ديالو موجود في لاباج. فالسلام عليكم سيدي. السلام خويا، مرحبا بك بعد على قناه شوف تي في. شكرا خويا. ممكن تقول لنا شنو المشكل ديالك؟ واخويا المشكل ديالي هذه هي المنقيزه اللي كنعيش فيها. هذه هي المنقيزه اللي كنعيش فيها، وكل شيء منها كننعس فيها، وكل شيء مدبر حكيم. كنمشي نخرج، كنمشي نجيب هذاك الرزيق اللي كنجيبو، نمشي نبيع خبيز باش عار باش ناكل. اما البنيه ديالي من بعد راه كندبر لها على شويه الفلوس، وكندبر لها على شويه ريالات، راه كنمشي نكسيها، كنمشي ندبر لها على الحويجات ونمشي نكسيها. ما في حالي شيء، الله يكون في العون. وهذا السي ساكن هنا شي عامين دابا ونص، عامين ونص. وهاد السيده هادي دار فيه الخير، ماشي ما دارش فيه الخير، ولكن هي قالت لك سيدي خرج لي من ماكازتي، انا باغا نبيع ونشري فيها، باغا نبيع ونشري فيها، جايبه الماعون وجايبه هذاك الطبق شيشه. قالت لك انا سيدي باغا نبيع ونشري في ماكازتي. انت دابا ما عندكش فين تمشي؟ ما عنديش فين غنمشي ولد عمي، فين غادي نمشي؟ هي كل نهار موضة معايا الصداع، ما عنديش فين غنمشي ولد عمي. هنا ما عاونوني المحسنين الله يكثر خيره. دابا شنو كدير؟ كتمشي للطارو ديال الزبل باش كتجمع؟ وا كنمشي اخويا للطارو ديال الزبل حاشاك، ونبدا نقلب على بياسات لا لقيتهم، ونمشي نفرج في الجوطي الا جاب الله شي قويمي لا فيهم، كنصحهم ونقادهم، ونمشي للجوطية ندبر هذيك 600 ريال حتى 1000 ريال، ونجي نجيبها معايا تقضية وخضيرة، ونجي نطيب هنايا هادشي. راه كلشي على عينيكم، كلشي عدي، ما كنحتاج حتى شي حاجه، وما كنطلعش عند حتى شي واحد منهم، حتى مولا الدار ما نطلعش عندا. هو كان نجيب هذاك الرزيق لا شيط منه، نشيط ما شيطش منه، كان نجيبو خبز ونجيبو ماكله ونجيب تيد ونصب نحوي جهتي. الجيران ما كيجيش عندك؟ يعني ما كيعطفوش عليك الجيران؟ ما كاينش اللي يعطف عليا، كاينش اللي يعطف عليا، ما كاينش، قليل وقليل، قليل وقليل. كاينش كاع اللي يسول فيك؟ ما كاين شي، ما كاين شي، ما كاينش. العائلة ديالك فين كاينة العائلة ديالك؟ عندي جدات هي اللي تنعرفها، هي اللي في التشارك، وبنتها في هنايا في هذاك سميتو الحديقة، الحديقة كاينين ورا الفيلات. وهي تما كان فين ساكن، عنده ولاد وعنده عندهم فيلا قداش هي، وطمعانه فيها في الدار. ما انا الدار ما تخلى لي انا ولد عمي اللي يجروا عليا منا. ها دابا جداتك هي اللي خدات لك الدار؟ خدات لي حقي، خدات هي حقها، وهذاك حقي اللي ساكن فيه ديال امي ياك، وخداته لي انا، وقلعاتو لي وجرتني مع الباب. ودابا هي كتبت كلشي لبنتها، كلشي لبنتها، حوزت هذيك الدار كلشي ديالها هي. وانا ما عنديش فين نمشي ولد عمي، انت كتشوف فيا ما عنديش فين نمشي، ما عندي فين نمشي ولد عمي، انت كتشوف. انت جدات ما شكيتيش بها؟ ما درتيش حاجه؟ ما درت بها والو، هي اللي مشات دعاتني، هي اللي مشات قالت للوكيل الملك اسيدي بغيتو يخرج ليا من داري، راه ضربني بوطه، وانا ما ضربتها، ما لحقت ليها، ما قربت ليها، ما دويت معاها، جرات عليا انا. شنو هذا الشيء اللي خلات بها بحالك؟
ومعات اخويا راك عارفين المرأة كبرت من ايام الاستعمار استعمارية، هي خرجتنا ومشينا خرجنا. دابا شنو كطلب من الناس اللي كيشوفونا دابا؟ تنطلب من المحسنين يعاونوني باش ما قسم سيدي ربي، باش ما قسم سيدي ربي، خابري ليك ولا اللي كان اللي قسم سيدي ربي. هادشي اللي ما تنطلب، هادشي اللي ما تنطلب اولد عمي، ما عندي مدخول، ما عندي تندخل حتى 20 ألف، ما تندخلها صحيحة، ها انتما العش ديالي، ما هاديك هي اللي كنجيب بها نخشي فيها طبق شيشة ونخشي فيها كلشي، ما عندها ليا، ما عنديش أولاد عمي، ما عنديش، رجع في الله. اخوتك يعني انت واحد ما كاينش، ما كاينش، ما يحنوش عليا ولاد خوتي، ما يحنوش عليا، مشى لي من البارح الفيديو ما مشى، ما حنوش عليا، ما حنوش عليا اليوم، ما صيفطوش ليا حتى درهم هي الاخره، ما تيكسيوش ليا حتى بنتي، بنتي وما تيكسيوش ليا. شنو الحاجه اللي تبغي تقولها لخوتك اللي كيشوفوا فيك دابا؟ نقول لهم الله يكثر خيركم، اللي صيفط ليا شي حاجه ندعي معاه صباح وعشية، ندعي معاه الله يكثر خيره، الله يعمر جيبه، ما عمر الشوكة وما عمر البرم يدقها في السبيطارات، ما عمر الكسيد ما يشوفها، ما عمر الكسيد ما يشوفها. وانت ولد عمي هبت كتشوف الحالة ديالي، ها ها القش حاطو هنايا، ها كل شي حاطو هنايا، هادي هي الحالة ديالي من بكري، وانا من بكري، من بكري ولد عمي، نهار تزوجت وانا بحالك، وانا في التبوهيرة، نهار خلاقيت وانا في البحيرة، نكت ساكن في الكاريان بلوك 20 في السيدة اسمعي، وانا بحالك في الكاريان، فهاديك الدار ديال جداتك هي الاستفادة ديال اييه ولد عمي، اييه هاديك. ومع ذلك خرجتك من الدار؟ خرجتني من الدار ولد عمي، خرجتني من الدار، تا تحولنا هنايا، عاد جات تزوجت انايا من عام 2012، وحصل حتى من عام 2012 حتى لعام 2020، عاد باش تفارق انا وياها، عاد باش تفارق انا وياها، تفارقت انا والمرا، وانا ما تنطلب منها والو، انا تنطلب منها تعطيني غير بنيتي تعيش معايا، بارك بارك كون عندي السكنه نجيب معايا بنتي، ولكني الغالب الله، الغالب سيدي ربي، انت كتشوف خويك الحاله ضعيفه وكلشي، القش حاطو هنا وكلشي هنايا، راه كلشي كنحطو هنايا، ها اللي شتو قش نقش تشو، هذيك فيها السلعه تنحط فيها سلعه ونديها السوق. السلعه ديالها هادي ديال بحال هذيك البرمه بحال يعني البالي، ها نعم صافي، هادي هي الحريفه ديالي، ما عندي حتى حرفه اخرى. يعني عندك هاد الكراج هذا فيه كلشي، فيه الحمام، فيه كلشي، راه كنصبن فيه حوجاتي، راه كن وريني شوف، تعال ولد عمي، ها كلشي هنايا، ها هات لي فيزا، ها كلشي، ها الماعن، ها كلشي عندي حاطهم هنايا، ها مولات المقازات هي قالت لك اسيدي خويا هي مقازتي باغا نكريها، شاد لي الكره ديال 20 ألف، قلت لها هادي هي ديال 20 ألف، هاي ضحكوا عليك الحمام الله، ها ها هي، ها هي ولد عمي، ها هي، ها هي، ها هي، ها هي، ها ما عنديش فين نمشي ولد عمي، غدا لبعت غدا تولي جارية عليا ولا مخاصمين معايا وعنده ولاده، انا ما عندي فين غنمشي، ما عندي فين غنمشي ولد عمي، انت كتشوف. فكنتمناو ان الصوت ديالك يوصل للناس المحسنين، فمازال عندنا الخير في البلاد، مازال المحسنين كاينين كيتعاطفوا مع الناس، فشنو الكلمه الاخيره يمكن لك تقولها للناس اللي كيشوفونا حاليا؟ واش غنقول لك ولد عمي، واش غنقول لك، واش غنقول لك، انا تنطلب من المحسنين يعاونوني وصافي، هادشي اللي ما تنطلب، الله يكثر خيرهم اللي عاوني، الله يكثر خيره، لقاها في
في ميزان الحسنات ان شاء الله، نلقاه في ميزان الحسنات. هادشي اللي مطلوب هو دابا، هادشي اللي مطلوب. فكنتمناو ان الصوت ديالك بطبيعه الحال غادي يوصل للناس اللي كيشوفوا فينا. فحنا شفتوا القصه ديال المواطن معنا، مواطن مغربي كيعاني يعني من احتياج كبير، ما عندوش الحاله يعني ضعيفه ديالو، ما عندوش دخل، فتحت السكنه يعني اللي كان يعني شويه يعني متعنى بها، مولات الدار يعني مولات الكراج يعني طلبت منه انه يخلي لها يخوي لها يعني الكراج ديالو. دابا كيفكر يعني ما عندوش يعني فين يمشي، الملجا الواحد ديالو هو الزنقه. فكنتمنى انه من المحسنين الناس اللي كيشوفوا فينا حاليا انه يتعاطفوا مع هذا السيد هذا، ولو غير يعني لو بشيء يعني بسيط. فكنتمنى انه رسالتنا يعني توصل، وكنتمنى حتى رسالتنا توصل حتى الخوت هاد يعني هاد المواطن هذا، فهو راه من لحمهم ودمهم، فيعني حشومه هادشي هذا يعني ما كيدارش صراحه. يعني بحال هاد الحوايج هادي يعني ما كدارش، يعني واحد راه يعني من لحمك ودمك، قطه هي الاخرى راه كتهز ولادها يعني بسنانها، فما بالك يعني البشر، احنا انسان. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنتمنى انه الفرج ديال هاد السيد هذا يتفك باذن الله تعالى. هذاك الشيء اللي كنقول تعب الله خرج السيرفيسكم على خير، تعب هذا الشيء اللي بغيت نشوفوا الحالة ديال تعب. ما شريت لي جد، لا قلت لي قبها، قلت لي كاع زلعت لي في مرة وحدة، هاو تبتدني قالت لي نعطيك مليون، فين هو المليون؟ لا هو باش ديت ريال، لا هوك لا هوك، باش ديت بلادادو، باش ديت بلادادو، باش ديت حاجة والو، والو، خوتي كيقولوا لي دابا نعاونوك في شي، وين ما كاين، ها؟ ما كاين حتى حاجة. بطبيعة الحال رسالتك وصلت، كنتمنى أن رسالتك تكون وصلت، وأكيد راه وصلت، فأكيد غادي يتحرك شي حاجة من القلوب ديال الناس اللي كيشوفوا فينا. شكرا لكل من شاهدنا في هذه اللحظه في هذا البث المباشر وسمعتوا القصه ديال هذا المواطن هذا. فكنتمنى انه يعني الناس اللي المحسنين انه يتواصلوا معه، فاكيد الرقم ديالو راه موجود. فشكرا لكل من شاهدنا في هذه اللحظه، نلتقي في بث اخر باذن الله، مع السلامه. الله يكرمكم اخويا، الله يجعل سدر يحفظكم.